مرات الأب بقى كانت بتتفنن في تعذيب قمر. كلية للبيع، كبد للبيع، نخاع شوكي للبيع، عينين و... الكلام ده ما ينفعش. سرقت أعضاء السلم وفتحت بطنه وفضت الكلاوي بالكبد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جداً، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلاً بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام جدا، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيده، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي فيها الغل والكره. أعوذ بالله لما الشيطان يتملك حد والكره والغل يصبحوا طريقه. الجريمة اللي تمت في قرية اسمها قرية شط جريبة، اسم القرية كده قرية شط جريبة، مركز دمياط، محافظة دمياط. تعال نشوف يا ريت نتعلم. المفروض الأب يتحاكم، لكن للأسف القانون مش هيعاقب الأب. ايه اللي حصل؟ زوج وزوجة عايشين في قرية جريبة، مخلفين بنت اسمها قمر، وهي قمر اللي انتوا شايفين الصورة دي، بنت زي القمر عندها 10 سنين، وطفل رضيع ما كملش سنة. حصلت خلافات بين الأب وبين الأم. الزوج قال لك لا تتطلق، راح مطلق أم قمر، طلقها، خدت عيالها وراحت عند أهلها. احنا قبل كده قلت في القرية للأسف القانون العرفي هو اللي بيحكم مش المحاكم. معروف ان الاطفال وخاصة ان في طفلة لسه رضيع، طفل رضيع ما كملش سنة وقمر عندها 10 سنين، الاب بجبروته حكم ان ياخد ولاده الاتنين من امه. يا عم الشيخ ده بالقانون، بالقانون الام يكون معها العيال. قال لك لا مش هسيب لها العيال. في القرية مفيش يا خد الواد بنته اللي قمر اللي عندها 10 سنين وطفل لسه رضيع. طب مين اللي هيرضعه؟ للاسف وحكموا على الام تدي الجثه او لطلاقها العيال. الزوج في العند راح يتجوز. عارفين احنا مرات الاب كانت بتضرب الرضيع قبل ما بتضرب قمر. شوف تخيل رضيع. الأب وأخواته عايشين في بيت واحد بس كل واحد في شقته. فأخو الأب اللي هو عم قمر قال له حرام عليك، مراتك كل الليل كله بتضرب في البنت وبتضرب في الواد الرضيع، الواد الرضيع ما بطلش عياط الليل والنهار، اديه لأمه. لا مش هديه لأمه. قال له الواد هيموت، حرام عليك، ذنبه إيه؟ أمه هي اللي هترضعه. حكم الأخ، حكم على أخوه يبعت الواد الرضيع لأمه وخلي قمر معاك. مرات الاب بقى كانت بتتفنن في تعذيب قمر، ضرب وشتيمه واهانه وما تنامهاش، ويوم ما تعذبها توقفها في الشتاء في عز التلج في البلكونه بجلابيه فردانيه، ويتعذبها تاني في الصيف توقفها في الشمس. والاب بتحكي لابوها، ابوها يقول خليها تأدبها، البنت لازم تتقدم من صغرها، رغم ان قمر كل الناس بيقولوا عليها بنت غلبانه. اللي الاب الزوج لما بيطلق زوجته العيال بينكسروا، شخصيتهم بتروح.
فرحتهم بتروح، سعادتهم بتروح، كل حاجة بتروح. طلاق الأب والأم ضربة فاصلة للأولاد، لا شخصية ولا كيان ولا سعادة ولا فرحة، انحلال كامل. أمر كانت أمها مرت أبوها بتعذبها عذاب الملكي. البنت كانت بتشكي لعمها، عمها عنده ورشة، يا عم بتضربني يا عم بتعذبني. فراح قال لأخوه، يا أخوي سيب جمر عندنا، خليها تنزل تعيش معانا، مراتك بتعذبها. مش ممكن، ده مراتي حنينة، ده بتأدبها، البنت شقية. قال له أمر شقية؟ ده أمر لو قعدناها جنب الحيطة وسافرنا ورجعنا هنلقاها قاعدة جنب الحيطة، حرام عليك، سيبها تعيش مع أولادي، هي عايزة تعيش مع أولادي. قال له خلاص غروا بيها مش عايزة. بقت أمر قاعدة عند أبوها عايش، أبوها عايش مع مراته، وأمر بنته عايشة مع عمها تحت في الشقة اللي تحت. لكن العم مش هيكون زي الأب والأم. إزاي بقى؟ كل يوم الساعة 6 الصبح يصحوها، تجيب الفطار لأبوها، الفطار لأبوها، وتجهز الفطار لعمها وتوديه للورشة، وتنظف الشقة بتاعت أبوها، عندها 10 سنين، وتنظف الشقة بتاعت مرات أبوها، وتنزل تنظف الشقة بتاعت عمها. يعني بكده خدامة ببلاش بلقمتها. طب خلصنا على كده؟ لا. مرات الأب شايفين قمر، شايفة قمر الناس كلها بتحبها، وكل الناس بيشتموها، هي بتعذبها، والجيران كلهم عارفين ان مرات الأب بتعذب قمر. تعمل ايه عشان تخلص قمر؟ كانت بتتفرج على التلفزيون وشافت فيلم عن سرقة الأعضاء. طب انت فاكرة ان سرقة الأعضاء دي حاجة سهلة؟ يعني الناس فاكرة سرقة الأعضاء يعني ايه؟ نمسك عين نذبحه، نطلع الكبدة نحطها في كيس، نطلع الكليتين نحطهم في كيس، نطلع النخاع الشوكي نحطه في كيس، ونجري على المستشفيات، كلية للبيع، كبد للبيع، نخاع شوكي للبيع، عينين الكلام ده ما ينفعش. اللي يقول سرقة أعضاء ده متخلف. سرقة الأعضاء ده زي ما انتوا فاكرين، ده سرقة الأعضاء بنخطف الأطفال من الشوارع ونوديهم المستشفى، مستشفى بتاع واحد ما عندوش ضمير، بيخدروا الأطفال ويدخلهم غرفة عناية مركزة وغرفة عمليات، ويفتح تحت إشراف طبي وطبيب تخدير، ياخدوا الأعضاء يفرعوا جسم الطفل ويرموه بعد كده في النفايات. مرات الأب تعمل إيه بقى؟ فكرت بدماغها إن هي تخلص من قمر. تعمل إيه؟ جات لها أقول سرقة أعضاء. تعمل إيه بقى؟ الساعة 6 الصبح راحت، أنا مش عارف اللي بيصحي طفل الساعة 6 الصبح، بيبقى الرجالة نايمين والستات نايمين، وطفلة عندها ما كملتش 10 سنين، تنزل تلف تجيب العيش السخن وتجيب الفول والطعمية والبتنجان والسلطة، وتلف تودي الأكل لعمها في الورشة، وتطلع بعد كده تودي الأكل عند أمه عند مرات أبوها فوق، وبعد كده تنزل تنظف شقة عمها، وبعد كده تطلع تنظف شقة. 10 سنين يا قفرة. قفرة هنا مش بقول على الدين، قفرة أخلاق، ولا قفرة أصلا رحمة. تعمل ايه البنت؟ قامت اليوم ده يوم الخميس اللي فات، صحت الصبح وقفت على مخبز العيش، جابت عيش سخن وجابت الطعمية السخنة وجابت البتنجال والفول، وراحت مطلعة لفوق في الشقة عند عمها، عملت الاكل وراحت واخداه ووداه لعمها في الورشة. بعد كده طلعت الاكل وطلعته عند مرات ابوها فوق. الطفل اللي عنده 10 سنين، عمها بيتصل بيها عشان يشوف البنت وصلت ولا لسه. البنت ما بتردش، اتصل بمراته، البنت جمر جات؟ جات له؟ لا ما جاتش. قال لها طب شوفوا لنا البنت دي فين. المشكله مرات الاب مرات عمها فتحت الباب لقت الفول والطعميه قدام الباب. طب جمر فين؟ بتبص على السلم لقت فيه دم، اتصلت بجوز الحق في دم على السلم والبنت جمر مش لاقيينها. جري عمها بسرعه يجري، لقى في السلم كله دم، فضل ماشي مع الدم، وشقت ابو جمر فوق، طلع مع الدم لغايه ما لقى جثه البنت مرميه في الدور فوق ومفتوح بطنها فاضيه، بطنها فاضيه. خبط على اخوه، فتحت مرات الاب، خي يعني بتخبط وبتتمطع لسه جامة من النوم. قال لها الجمر مذبوحه فوق وميت. يا لهوي، سرقة أعضاء، ده مفيش حاجة في بطنها، مفيش حاجة في بطنها. هو الدكتور طلع
فتح بطن البت على السلم وخد الكبده والكلاوي، ايه هيفطر بيهم؟ اتصلوا بالشرطه، جت الشرطه، مرات الاب بقى بطلتهم، ده كانت بنت طيبه، ده بنت غلبانه، منهم لله، ده فضوا بطنهم يا بيه، سرقه اعضاء يا حضر الزاب، سرقه اعضاء، سرقه اعضاء على السلم من غير تخدير ولا تعقيم ولا، واللي خدهم جري بيهم بحهم لمحل الجزار. ظابط الشرطه مش محتاجه الناس، عم الطفل قمر قال له يا فندم اللي قتلها، اللي قتلتها مرات ابوها كانت بتعذبها، كانت موريها الويل، وانا خدتها عندي قعدتها عندي، وكانت مطلعه لهم الفطار، اكيد هي اللي موتاها. الظابط قال له عايز ادخل الشاب ده عندك. دخل الشاب ده عنده، لغى الحمام بركة دم. تعال ايه الدم ده؟ هقول كل حاجه، انا كنت بكرهها بنت جوزي، وكل الناس بيحبوها ومطلعين عليا ان انا بعذبها، قلت اخلص منها. فين الاعضاء؟ لقوا الكبده والكلاوي، ولا حطاهم في كيس ومخبيهم في الاوضه عندي. ليه؟ جت حبيت ان انا اموتها في الاول، البنت دخلت لها الفطار جوه، الفول والطعميه والعيش، جت هتعلي الحمام في حتتين، تغسل ايه الطفله اللي عندها 10 سنين؟ دخلت البنت الحمام، راحت بالسكينه خبطها الظهر وكيف دبحتها وفتحت بطنها وفضت الكلاوي بالكبد. ولا حول ولا قوه الا بالله. وبعد كده شلت البنت بدمها وطلعت السلم في الدور اللي فوق ورميتها على السلم. سرقت اعضاء، فرغت بطن البنت بالكامل، فرغت بطنها بمصارينها بكلوتها بكبدها بفشتها بالكرياسها بمعدتها، خلت البنت على العمود الفقري من بطنها عشان تقول للشرطة لما جه الضابط سرقت اعضاء يا بيه، سرقت اعضاء، ما واضحه اهي، واضحه اهي بطنها فاضيه، سرقت اعضاء يا بنت المتخلفه. اعترفت تفصيليه، والاب واقف، خدت بنتك؟ مش خدتها من امها؟ حافظت عليها يا ابوها؟ شغلتوها خدامه عندكم، طفله الغلبانه البريئه دي شغلتوها خدامه عندكم وعند عمها، تروح تودي الفطار وتجيب الفطار وتنظف، وفي الاخر البنت بدل ما تكون في حضن امها اديك خدتها، حافظت عليها يا ابوها؟ يا ابو قمر حافظت على بنتك؟ وللاسف مش هتتحاكم، رغم ان انت اللي نزحتها من حضن امها، وانت اللي خدتها من حضن امها، وسبتها فريسه لمراتك تعذب فيها، حتى الجيران قالوا لك بتعذبها، وفين وفين لما وافقت ان اخوك ياخدها؟ يعني خليت بنتك اللي يربيها اخوك تبعتها لمراتك العند؟ لا، طلقتها احرمها من العيال. طب يا سيدي هي مراتك الجديده حرمتك من بنتك. اعترفت تفصيليه ومثلت الجريمه، سلمت السكينه اللي ذبحت بيها وسلمت الاعضاء. ادي يا فندم شويه المصارين بالكبده بالقوانص بالجناح لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.